يعني ما عرفت شو اعمل، وزي ما حكيت ايدي تربطوا ما لقيت حل غير بضج، صدفه بصدفه وسبحان الله رزق على ربي. والرقم هسه 50 ولا مش عارف قديش، يعني ان شاء الله بدنا نكتب بعد بكره. بابا امبارح بيرن علي على الاربعاء، كان مبين من صوته انه الاوضاع مش منيحه وانه هو شوي زعلان. في سر بينك وبين ربنا يا ابو عبد الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. ربنا جبر بخاطرك. الحمد لله. ما بعرف قديش بعيدة سحاب عن عمان، بس شو ما تكون بعيدة جايين لك إن شاء الله بأقوى إعلان لأزكى شاورما فيك يا سحاب. الله يخليكم لبعض.